هذاك الطخ هذا كامل مكمول فيه بيوتا فيه كلشي لداخل، وكاين اللي كيخيم على برا هنايا بحالنا هكا. لكن راكم داكشي باش تشاركوا معايا هذا بلدي الدلاع دار سبحان الله الدلاع والخبز اكلاص. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. وحنا دابا اليوم كنستكشفوا ياك اخويا مبارك شي واحد ما ندرش نشوف انا ندور لهم الكاميرا دابا. حنا اليوم كنستكشفوا البلاصه غنحطوا فيها ان شاء الله، البلاصه غنصيدوا فيها. حنا دابا في نواحي تاكلو ياك ياك اسي مبارك ها في نواحي تاكلو دابا نواحي تاكلو هاد المنطقه دابا سميتها نواحي معساب وتبلبات. معساب وتبلبات اييه كنشوفوا فين ان شاء الله غنحطوا ندرسوا الامور. انا غادي معاهم وكيدرسوا الرياس باك الله وما كيشوفوا شنو هو كاين. بالنسبه لي سي دابا المصايد يقول الرئيس اللي كيبغي يجي مثلا المناطق ديال الجنوبيه، اول حاجه احنا جينا سي الحاج كيشوف المصيد واش رادم ولا ما رادمش، يعني قبل ما باش ما يضيعش الوقت بزاف اييه السيد اللي غتصيد فيه اول حاجه كيفكر في الرئيس يعني كندير واحد الاطلاله على المصيد واش رادم ولا ما رادمش، والطريقه باش يعرفوا الانسان احسن يجي في الخاويه ملي يكون البحر مكرط عاد كيشوف الحفاري الا كان رادم كي ديك الساعه كيبدل يقلب على مصيد اخر. وربما كاين اللي كيكون عنده استعانه ببعض الاصدقاء ديالو الرئيس يكون مثلا ساكن في نفس المنطقه كدور بالتليفونات مثلا الرئيس راه بغى يصيد في هذيك المنطقه واش رادم اي لا، الا قال لي لا راه نكس يا اما ما نكس يعني راه ما فيش ردم اييه يعني راه كيجيو يصطاريو تماك، الا قال لي لا ما تجيش البلاصه راه رادمه كيمشي لبلاصه اخرى. هذه كتكون الطريقه السهله هي عبر التليفون بين الاصدقاء والرياس، واللي ما عندوش اصدقاء كيكتشف راسو كيجي يجي لهنا ويقلب الا كان رادم راه كيبدل المصير. واش بالك في هنايا؟ يلا كنقلبوا حنايا يلا. متاكد يا الله شو 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 ما ملتحش فيه. اوه الناس مخيمين يا الرياسه ما في كاين الحوت تبارك الله. انا على السلحفات ديال البحر يا خويا السلحفات مسكينه نافقه ولا سكديل الريحه ديالها كريهه شويه هذه الحوت كلا اللي كلا وكلا حلقه مسكينه. الارض كلها خير تبارك الله. دابا كيدرسوا الامور. هذه دابا هذه مسيده بخير تطلقها لقدام وتخلي الماء يجيبها بحيث مثلا عنده يعطيها. كاين واحد القضيه اخرى هنا تعرفوها الدراري هذه واحد بغيت تجني فيها الرمل هذا باش تجيها واحد تصيد عليها تصير بلاستيك تصيد عليها تسكين تصيد عليها بالبيلوطا هذا الشنيب كله علاش الرمله كتحرك ملي كتحرك الرمله كتخلي ليه فين يتخفى كتخلي ليه سميتو كتعري ليه على الضوء كيسرح خاصة السمك الصغير الدراري شحال بنت هو تيكون بحال هكا صغير ابلاغ هذه بلاصه دابا ملي كيكون الشركة ضربة للفخانوزة كيدير لك بحال بحال كون طلقها عليك. شوف على بلاصة سبحان الله سبحان الخالق. هذا راه غيران هذا دابا ما كملوش زعما لهم واحد واحد كامل عندو باب كتلقى فيه بيوت كلشي غار. هذا قيطون هاهو حماس هاد الغار هذا عندو باب هاهو هذاك الطخ هذا كامل مكمول فيه بيوتا فيه كلشي لداخل، وكاين اللي كيخيم على برا هنايا بحالنا هكا هو. لكن راكم داكشي باش تشاركوا معايا داكشي اللي عايشو انا دابا. ما شاء الله الاجواء يا سلام. ولكن غادي نتغداو الاخوان غدا بلدي الدلاع دار سبحان الله العظيم الدلاع والخبز اكلاص اسي خالد غير في هذه المنطقه هذه تبارك الله صغير ولكن الله يبارك الصحه والراحه. توزيع
تلاقيت مع المتابعين ديالي هنايا من العيون. وجبدني قال لك في ترواية صحة. الله يكبر بك الله يحفظك الله يكبر بك اباكو تا هو راه كيسلم راه من المتابعين ديالك. من المتابعين ديالها سي الله يكبر بك اخويا العزيز الله ينورك تيراماتي الله يحفظك موجود الله يحفظك اللحم الحوت اللي بغيتي كلشي موجود الحمد لله الله يدير الخير الله يحفظك سير على مولانا الله يحفظك سير سي مبارك غندير القرعة فين غنمشي ان شاء الله ياك ان شاء الله نديرو القرعة يلاه سير على كاينين ثلاثة القرعات جوج هنايا وحدة هنا يلاه سير على لهنا بسم الله غنديرو اللي جات فيها الا غنمشيو لها اللي درنا اليوم بعد الزيارة اليوم شفنا مصايد شفنا أربعة د المصايد دخلت من أربعة ولا خمسة أربعة د المصايد شفنا بول فضايل وشفنا البربات وسيدي واسال ياك بقى عندنا حرنا ما عرفتش فين غنحطو غادي نديرو قرعه باش كلشي على خاطر يكون على خاطر وغادي نحطو الوريقات انا حطو بوت بالبنت وسيدي واسال تهزات غنمشيو ليها ياك هادشي اللي كاين ولكن بشرط اذا غنبركو واحد النهار ولا يومين كان ما يدار تبارك الله ما كاينش غنعاود نغيرو الله يسخر الله باش كلشي يبقى على خاطر فكره مزيانه هذه الله يسخر الخير هذه نتوما تابوت بالبنت بالبنت مزيان قوي هذيك وهذه سيدي واسال سيدي واسال سير صافي طويل اللي جات مشيو ليها عطي السي خالد اللي غايعز لا لا دابا كنا تنتنواو هذه واحد القضيه فكره سهله هو دراش دار دابا ما يدير برك برك سليدينات صباح الله ما شاء الله مع الملحة الحية القصرية غنكسكسو اليوم السردين السردين غادي يتكسكس اليوم حل قصعة ديال السردين كيفاش كيدايره واش بغات تلعب بيها هناك هاي غاتشنشط دابا الدعوة سيري ضرب ليا في القصرية أو رد علي حطو في قصرية ورد علي نتا غادي تشوف خصو يبقى يدور بحال هكا ماشي جهة واحدة فضلوا الحساب العافي فين كاين شويه ها القليب اللي عندنا فيه مشكل خير بصريه ديال كنت بغيت شي بلاصه ديال الكسكس ولكن ديال السردين هاي هادي راه ختم بها اليوم الفيديو ان شاء الله تلاح 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 ورا كاين لا السويله علاش ما جبت لها هاد اللح هاك جيبها موسى ديال الرق بسم الله يا راه هادي الفيديو ديالنا غناخذو دابا وتصبحوا على خير الدراري يا الله تصبحوا على خير مرحبا بسم الله تبارك